اذا مشاهدينا الكرام الخبر العاجل الذي اشرنا اليه قبل قليل المرتبط بدوي صفارات الانذار في الجليل الاعلى ومناطق متفرقه من الشمال هذه هي صوره التي وردتنا من الجليل قبل قليل وتظهر سقوط بعض الصواريخ قرب صفد ومناطق اخرى ونشاهد اذا هذه هي الصواريخ هذا الدخان المتصاعد من هذه التلال والمناطق المرتفعه هي بسبب سقوط صواريخ اطلقت من من جنوب لبنان باتجاه مناطق الشمال ومناطق الجليل الاعلى وكانت صفرات الانذار قد دوت اثر بدء اطلاق هذه الرشقه الصاروخيه قبل قليل والان تردنا هذه الصور وننتظر مزيدا من التفصيل بشان المناطق التي استهدفت عاده ما يشفع حزب الله اللبناني هذه الصوره وهذه الاخبار في بعد دقائق ببيان يوضح فيه المناطق التي استهدفها او الثكنات العسكريه التي استهدفها وعاده ما تكون هذه الرشقه الصاروخيه على مناطق متعدده ومتفاوته ولكن هذه صور من الجليل الاعلى لجزء من نشق من رشقه صاروخيه اطلقت قبل قليل وسقطت قرب صفد في مناطق الجليل ذلك بعد اطلاقها من جنوب لبنان ينضم الينا من جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي محمد إشبارو مرحبا بك محمد اذا نحن نتحدث عن يعني مشهد اصبح معتادا تقريبا في هذه الساعات من النهار اطلاق صواريخ رشقات صاروخيه من الجنوب باتجاه الشمال بعد ذلك حزب الله يتحدث عن الاهداف التي جرى ضربها من خلال هذه الصواريخ ماذا لدينا من تفاصيل مبدئيه بخصوص الصور التي شاهدناها قبل قليل اذا كان هنالك وكيف هي الاجواء في مناطق الجنوب حاليا محمد بطبيعة الحال حزب الله لم يصدر عنه أي بيان ولكن بالاستناد إلى ما ينشره الإعلام الإسرائيلي فأننا نتحدث عن المنطقة الواقعة بين صفد وطبرية والتي صباح اليوم أصدر حزب الله بيان أعلن فيه عن قصف قاعدة عميعاد الواقعة في المنطقة ذاتها ردا على الاستهدافات الإسرائيلية يوم أمس وتحديدا الاستهداف في بلدة الأحمدي هذه المنطقة الواقعة بين صفد وبحيرة بحيرة نتحدث عن عمق يتراوح بين 15 كيلومترا إلى 18 كيلومترا المنطقة التي أعلن صباح اليوم استهدافها عمي هي تبعد عن الحدود نحو 18 كيلومترا في لون التي تم استهدافها يوم أمس تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود وبالتالي هذا النطاق الجغرافي بات حزب الله يستهدفه بشكل شبه دوري خلال الأسبوع الأخير نلاحظ تكرار الهجمات في هذا المنطقة المنطقة الواقعة بين صفد وبحيرة طبرية واستهداف متكرر للقواعد العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة وذلك ردا على الاستهدافات الإسرائيلية إما في عمق جنوب لبنان تحديدا في محيط النبطية أو في قضاء صور أو حتى في البقاع الغربي يلجأ حزب الله إلى استهداف هذه المنطقة من المتوقع أن تكون العملية هذه التي لم يعلن بعد حزب الله أنها رد على استهداف يوم أمس في كفر رمان كفر رمان هي بلدة ملاصقة لمدينة النبطية تعتبر من ضواحي مدينة النبطية ووفق وزارة الصحة بسبب هذا الاستهداف أصيب 13 شخصا بجروح طفيفة أغلبهم حالات ذعر ولكن واضح أن حزب الله في الأيام الماضية يحاول تكريس معادلة توسيع الاستهدافات توسيع رقعة ال النيران استهداف مناطق جديده لم يكن يستهدفها في السابق، الخروج عن نطاق الخمس كيلومترات المخلات من السكان من قبل الحكومه الاسرائيليه منذ بدايه هذه الاشتباكات على طول هذه الجبهه وبالتالي حزب الله يحاول تفعيل منظومه الردع لديه لمحاوله ايقاف اسرائيل عن التمادي في الاستهدافات في جنوب لبنان وهذا ما يكرره قيادات حزب الله وحتى الامين العام لحزب الله منذ اليوم الاول من هذه التوترات على طول هذه الجبهه بانتظار بيان حزب الله كنا شهدنا في الايام الماضيه وحتى يوم امس التوازنات ذاتها على طول هذه الجبهه اعتداءات قصف اسرائيلي بالطيران الحربي بالطيران الحربي في عمق الجنوب وصولا حتى اطراف البقاع، البقاع الغربي تحديدا هو ملاصق للجنوب بلده الاحمديه التي استهدفت يوم امس تقع تقريبا على الحدود بين محافظة النبطية الجنوبية والبقاع الغربي تم من اعتبرها في نطاق الجنوب ولكن بغض النظر استهداف حزب الله اليوم لعمق عمق الجليل في صفاد يدل بوضوح على أن حزب الله يعتبر أن هذه الاستهدافات في العمق هي تجاوز للخطوط الحمر وبالتالي يرد عليها بتوسيع رقعة القصف باتجاه الجليل أيضا شاهدنا يوم أمس غارات متفرقة على أكثر من نقطة في عمق جنوب لبنان وصولا إلى كفر رومان كما ذكرنا والأحمدي يضاف إليه القصف المدفعي الذي تتعرض له كل البلدات تقريبا الحدودية الملاصقة للحدود قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية القنابل المضيئة وبالتالي هذه هذه القرى باتت شبه مدمرة الساعات المقبلة أولا لتبيان طبيعة هذا القصف باتجاه صفد وثانيا طبيعة الرد الإسرائيلي وأيضا هنا هناك حاله من الترقب السياسي في لبنان بعد الاعلان عن زياره مرتقبه لاموس هوكشتاين خصوصا ان زيارات اموس في الفتره الاخيره تاتي في سياقات منع اي تصعيد بانتظار اي تهدئه في قطاع غزه قد تنعكس على جبهه جنوب لبنان. محمد شكرا لك محمد شبار مراسل التلفزيون العربي من جنوب لبنان ونواصل ايضا رصد الصوره